وصفتنا اليوم من المطبخ اليوناني، دجاج بالبطاطس على الطريقة اليونانية. شوفوا كيف عندي هنا دجاجة مقطعة بالكامل، أبهرها بزعتر وإكليل الجبل وبابريكا، ملح، ثوم مقطع صغير، عصير ليمونة كاملة، زيت زيتون، أضيف عليهم بطاطس مقطعة مربعات. الآن أخلط المكونات كلها، والآن بعد ما خلطت المكونات ضفتها على صينية الفرن. أضيف شوية مرقة دجاج. طيب، مرقة الدجاج زي ما أنتوا شايفين خفيفة، ما هي كثيرة، والهدف منها عشان تستوي البطاطس. والآن أدخلها بالفرن لمدة 45 دقيقة إلى ساعة بدون ما أغطيها. وبعد ساعة كاملة بالفرن، طبعا أنا ما حمرته، هو تحمر لوحده عشان مو مغطى. شوفوا كيف، يا سلام.